والو هادي جينا شكلها ولا نزيد على الدوله على الدوله جيت غادي نسيو السيكو عندي دابا تيخصنا 200 دراهم هو اللي ورقطة سير الله توفيق بارك الله. السلام عليكم اخواني اخواتي، كيف كتشوفوا هذه مساهمه ديال عماله مدينه مكناس الساكنه التلال، وهذه المساهمه هذه تعطى للناس اللي خدامين في الحلاقه والناس اللي خدامين في الحمامات والناس اللي خدامين في المقاهي. سي بسام حفظك الله. بارك الله سيدي حميد. تبارك الله على الإخوان. كاين 414 القفه هنايا. تفضل سي مصطفى. شكرا. يلا Thank you.
كيف كتشوفوا الاخوان الاخواتي كاين هنا كاين الزيت ديال الطياب وكاين الاتاي وكاين العدس والحمص كاين المرصو ديال السكر كاين خنيشه ديال الطحين حبوبات تاع واقناها الحمد لله هذه المؤونه اللي كيحتاجها المواطن المغربي الشكر الجزيل للمجتمع المدني اللي كيصار على هاد العملية هذه والسلطات المحلية وأعوان السلطة الشكر الجزيل ليهم كاملين وعلى رأسهم سيد باشا تولال سيد جمال برادة اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا أعمال متواصلة كتشوفوها على الشاشة ديالكم مع رجال أعوان السلطة اللي كنشكرهم من المنبر حتى هما هذه مشتركة وبركاته بالنسبه لاسم حمو العيشة التجاري رئيس جمعيه الانطلاقه والتجميل بتولا هذه العمليه كتم بالمساعدات اللي خصتها الجماعه بالنسبه للحوان كاين مسدودين بالنسبه للحلاقه وبالنسبه اللي خدامين في القهاوي وبالنسبه اللي خدامين في الحماه العمليه تمت من الصباح هذا كان قادو هاد الكيس بلاستيكي مع سميتو الله وجدناه دابا كنقلوه للناس اللي غادي يستافدوا وبالنسبه للكيس البلاستيكي كاين فيه مطيشات كبيره وكاين فيه 5 ديال اتاي و5 كيلو ديال الرز وجوج نتاع السكر باكيات و10 كيلو ديال الطحين والعدس والحمص هادشي اللي كاين و5 لتر الزيت 5 لتر الزيت هذا المبارك كنشكروا
السلطه المحليه، وكنشكروا المجتمع المدني اللي قائم على هذه العمليه هذه. شكرا جزيلا. ومن هذا المره بعدا ما نساوش اعوان جماعه تولتا هما اللي خايمين ليل ونهار على هذه العمليه هذه، وكيصرعوا على الراحه ديال الساكنه. الحاج أنا